ماما السلام عليكم. أكل السلام عليكم الله أمتي مرحبا. ربي يخليك بارك. شنو علاش جمعتوا هذا النهار؟ يعني شنو حلقتنا هذا النهار؟ حلقتنا هذا النهار إن شاء الله غادي ندير واحد الشيوه ديال الحماتي، داكشي علاش جات عندي نوستي. مرحبا بك. ربي يخليك. مرحبا بها عندنا هذا النهار في المحمدية. إيوا إن شاء الله ندوز واحد الشيوه كنت ديما تناكلها ملي كانت حماة الله يرحمها، كانت كتعجبني. وقدمي لنا بعدا عمتي الناس اللي أول مرة كيشوفوها. دابا انا هاد اول مره غنشوفها عندي معايا. مرحبا بك في القناه ديال السيده سلطان. معايا حتى هي عندها القناه سوا، وعرضت عليها قلت لها ندوز هاد الوصفه مجموعين ديال لحمه الله. هي كتوجدوا صفات في دارها، وانت في دارك وكتابع بعضياتكم غير في اليوتيوب. كتبدلوا شحال مره كنسولها كنقولها راني نسيت شنو كانت كدير حماتي، شي عطريه هذا كتقول لي ها شنو كدير شنو كدير. وحنا كنتبدلوا وصفات وصفه مجموعين ياك. انت كتبدلوا ان شاء الله يرحمها. اييه راه كتقول لي انت من ريحتها. اييه كتشبلها فوتوكوبي. راني معايا التصويره ديالها في داك الصاله ديال الحولي. اييه اللي شافها راه فوتوكوبي. وهي ملي اللي داخل عندنا جديد وما شافهاش. اييه داكشي تماما. غريبا فيها الصوره ديال حماتها الله يرحمها غاليه. بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش يطلع لهم الصوره يشوفوا لالا الله يرحمها. كتشبلها فاميناتها وكتشبه بنتي فردوس. وانا ما كنشبهش بنت فردوس. لا كتشبه عاوتاني مشينا المشكل ديما صحابي شحال من عام. ايوا المهم هادشي اللي كان دابا ان شاء الله نشوف هاد الوصفه نشاركوها مجموعين ديال الوصفه هادي كنشوفها ديما كنا كناكلوها في فاس. اللحم بالكرعه مع السلاح. اه هي هذه وصفه قديمه. وصفه قديمه يعني من تقاليد. وكانت عزيزه على حماه الله يرحمها ياك على ماما. عزيزه عليها. داك الشيء خسرتها هذا النهار. خسرناها ياك. هاد العواشر. حنا دابا ان شاء الله غنقدموا بعدا للناس القناه ديالك اللي باغي يدخل يزورك ويتابع معاك الوصفات شهيوات نهيد الفاسيه. غيطلع لهم اللوغو دابا الان باش يشوفوا. غادي يلقاو رابط ديال القناه في صندوق الوصف تحت لهذا الفيديو هذا. تبارك الله كتحط داك الشيء زوين. داك الشيء ديال داكشي اللي كان شهيوات ديال كتدير مرة كلها ملتي 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 جهه ديال السطات ولا باقي؟ لا مازال مازال ما ملتيش. تعالي راجل السطات تقدر ندير لكم الشهيوات ديال السطات. اصلا جايه من السطات. المهم مرحبا بك عمتي. ماشي انت مولات الدار ما غاديش نرحب بك. مرحبا بك في سيدات الدار. مرحبا بك في سيدات الدار. اما انت مولات الدار كانت صغيره عرفتي ملي كانت صغيره كتمشي للمدرسه كتنوض معاها عرفتي كنوض معاها في الجلسه تيعجنوا السيق ويصوبوا الخبز ويدوها الفران عاد تيمشيو للمدرسه. تبارك الله حدا كان اللي كانت ديك الساعات الناس فاس كانوا جا كاع المغرب كانوا تبارك الله ديك الساعات ما دابا مابقاش كينوض الكريم. ما تقولي الناس القدام هي ماشي قدام قدام وانما باقي كنعقلوا على انا داكشي ديال الوالده ضروري كتنوضنا بكري. القناريه كتصوب بكري بالضو زعما ما طلعش الضو ديال الله. كتصوب القناريه بالضو والعجينه تايطاش الماء درت البجاسه القناه سالينا. ايوا شتي ودابا؟ لا مازالين ولا مازالين تماما. مازالين تماما والله مزيان. ايوا من شبع على شيء شبع عليه ياكل لا. صافي ايوا معليش. المهم دابا داكشي الناس دابا مابقاش كتقدر حيت الوضع تغير عاوتاني. ندوزو للوصفة. فكرتينا في داكشي الزمان. اييه بسم الله حنا دابا عندنا صافي ذكرتو ذكريات الطفولة وهذا. تبارك الله تاهي كانت حادقة بزاف. كيجينا منين جات هذيك الساعة تزوجات بعض لطيف خويا الله يرحمه. ايوا كانت حادقة جات حنا تعلمنا منها. ايوا كما قلتي انت داكشي في الحار كيكون في الصغر من الوالدين ومن ومن الزمان. انا تعلمت منك بزاف الحاجات بالصحاره. ايوا المهم من بعد ما تذكرتوا دوزوا الوصفه اللي هي حلقتنا هذا النهار. داكشي دماء ديال حماه الله يرحمها على الماكلات. انا شفت شويه القناه ديالك ديري فيها النص ولا النص شحال من حاجه كتقول لي وسبقتيني بها. كنقول لها عرفتي كدير هيك كنقول لها وسبقتيني بداكشي ديال حماتي. عرفتي ديك كتصل بيا كتقول لي وسبقتيني بداكشي ديال امي. ايوا ماشي مشكل الله يرحمها مسكينه الله يرحمها في العواشر. ايوا مهم طيبه بحالها. هاد الوصفه هذه حتى هي حتى هي كتعجبها ياك هاد الوصفه. اه عزيز على هاد الوصفه كنت ساعه كنشوفها تتصور. واخا كانت
كانت كبيره مسكينه كتجلس هكا نجبلها كلشي فوق الطبله وكتصوب لينا وحنا كنت قلنا ديك الساعات كنتعلموا منها. حنا كنا كنميلوا لوصفات الحلوه المعسله اللحم معسل ياك سطيلة زوينة هذا زوينة من كتعسل كتحط فوق اللحم القرعة خصوصا إلا كانت طرية وجديدة ما شاء الله نديروها بطريقة صحيحة. حنا عندنا هنايا كيلو ديال اللحم كيلو ديال اللحم دينا بصلة كبيرة ها هي دينا قزبر معدنوس مربوط دينا كيلو ديال القرعة حمراء على حسب كل واحد علاش قد تاع اللحم دابا إلا مكانش راه بنادم يدير غير رابعة ولا نص كيلو على حسب الأشخاص اللي عند الدار. عندي هنايا البزار وسكنجبير الخرقوم الملحه الزيت الزيت بلديه انا كنخلطها ولا كندير زيت بلديه انا دابا تندير زيت بلديه واللي بغى يخلطها ولا يدير زيت رومي راه ماشي مشكل وكان ديال الاختيار والماء شويه الماء باش نصبو ماشي كان دابا ان شاء الله غادي نقشروا هذه القرعه باش نديروها تفور في الكسكاس عاد نعسلوها حتى ما حطيتش السكر عاد السكر والقرفه غادي بلاتي تم مصبوب دابا نصبوا ان شاء الله. قلتي لي اخر مره صوبنا الكسكسو دابا بسبب الوباء ولينا كنحيدوا القشره لا ما دارناش نحيدوها ياك فور داكشي اللي كان حيت ما كناش كنحيدوها في الكسكسو. انا هيد هاد الساعه انا القرعه ولا لا نصبي انا ناكلو هاد النهار من يديك ان شاء الله بسم الله. لا عندنا الضياف اللي كيطيبوا لا ماشي ديك شحال ديال البزار معلقه صغيره البزار نعاونك احنا اللي جا عند سيده الدار هو اللي كيطيب ياك وياه كنخدموا ديري هذا سكنجو باش نتغداو انا هي ولا ما طيبناش ما ناكلوش داكشي اللي كان معلقه الخرقوم يعني ما اختاريتوش الوصفه عشوائي اختاريت واحد عندها ذكريات صافي انا عاد عرفت علاش علاش بديتو بها سامي اللي جات صوبتها على بيديها هي صوبتها ماما رحمه قلنا معلقه ديال الخرقوم البلدي معلقه ديال الملح معلقه ديال السكنجبير معلقه ديال البزار لنفس العبار ما كيكونش السمن لا لا ما تكونش السمن ما تنديرش السمن اللي بغى يديرو راه ماشي مشكل يديرو يجي زوين تاو الزعفران الحر حتى هو اللي بغى يديرو غالبا يمكن تفكر فينا كيكون فيها الزعفران الحر لا تيكون فيها الزعفران الحر ولا اش موجود عند الناس داكشي اللي كان بعض المرات ما كيكونش موجود الا ما كانش موجود تديرو الزعفران الاخر العادي العادي اللي كيستعملو اللي كيستعمل الزعفران العادي راه ديرو الزعفران تا هو كيعطي واحد المذاق زوين الزعفران الشعره عنده واحد النكهه زوينه عندي الزعفران الحر بغيتي تزيدي نجيبيه كيجي زوين جيبي معاه اول الزعفران الملون في جبتي الزعفران الحر نزيد شي شويه شد الماء باش يطلق شويه صافي دابا يطلق مع الغليه الغلايه مع الغلايه مع ملي كتكون كتغليها كيطلق كيطلق هو مع تشحر تشحروا اللحم شحال الزيت تقريبا الزيت تقريبا كاس الله على حسب حسب الناس اللي دابا نشحروه ياك دابا غادي نرد هاد الشحر مزيان في داك الماء حتى طيح مزيان البصله وتشحر مزيان هاد اللحم ونزيدوها الماء نزيدوها الماء جوج اللي طيب اللحم قياس فاش غطيب اللحم ان شاء الله دابا غادي نقشروا هاد تقولي لي نقشروا سميتو هاد المدي مسحفي ولا مسحولها نقشروا دابا القرعه ياك يلا يعني هي كيدورها شي شكل معين ولا كيف ما لا لا كيما كان لان تجي فور لا راه تخلط كله يعني بعض المرات كتزوقها كديرها شي حاجه بريستيج لا لا اللي كطيب حتى دابا كتعسل كلها كتخلط دابا نديروها المره نديروها بطريقه بلديه كيما كنا كناكلوها ياك
ومره اخرى نديروها بشي طريقه اخرى عصريه ولا نديرها شي حلوه. المهم انا ندير فيها الشكلات ان شاء الله من دابا لقدام ان شاء الله نديرو فيها ياك انا عيد ان شاء الله ان شاء الله. علاش عندها شي طرق وحدين اخرين من غير هذه اللي قدمتو دابا؟ الطريق نحنا دابا هذه الطريقه ندير ديال حماتي ياك اللي كناكلو كناكلو من يديها تكون مرات في العصير. ايه ومره اخرى ان شاء الله نديرو طريقه اخرين ديال اه كنت كنديرها لولدي في العصيره مع خيزو دانون والحليب دانون ومع هادشي. اه قالها بغيتي تعبري عليها كدير لها المونغ. عقلت عليها يعني خصها تكون طريه حيت الا مشات حتى صافي قدامت كتولي ما كتبانش في العصير ما كتبانش العصير زوين. دابا درتها حتى تشحر مزيان عاد نحركها مزيان باش تاخذ داك المريقه مزيان تشحر مزيان عاد نزيدها الماء ونشد عليها شحال زيد هاد الماء تقريبا كاس جوج كيس. لا غادي نزيد الماء اللي يطيب فيها اللحم الماء اللي يطيب فيها اللحم كثر جوج كيس جوج ثلاثه كيس على حسب الكميه. اه على حسب الكميه كيفاش قلت لك وجدات خلات صافي ونزيدو الماء صافي ما تزيديها الماء واخا انا نزيدك الماء كنوصخ بلا ما تقولش كنعيط. قلت لك شنو وضعتك باش ديري في الجيم شنو كتصوبي ليه ماما؟ هذاك كالامار ماشي قيمة سدي عليها ناهي سديها هذا راه حيت سديها بلا سناهي هذا الكالامار هكا نقول الكالامار كتقولي حيت عندي مرتب ستاد الحوت نتغداو بهم بجوج مالي راه حتى تسدي عليها باش نسد هذيك مزيان ما تسدهاش صافي تايا قطعتي دابا حنا قطعناها صافي غندوها تفوق واخا تكون واخا تقطع هكا كبيره واخا ماشي مشكله تفوق باش ما نيت باش ما تذوبش مع كان حيت انا كنت كنشوف انا ما يفاضلها شعر ما كتسلقها وكتنشف مع داك الماء هادي دابا لا دابا صافي ولات كتفوق على حسب الفيتامين وداك الشيء يبقى فيها واخا لا هي كانت كتنشفها مع الماء ديالها دابا تدير تتسلق وتتبقى تخليها حتى كتشرب داك الماء كله اللي فيها هي هذيك وكتعسلها ماشي كانت كتاخذ ماشي كانت كتاخذ الماء كدير فيه الحمله لا ديروا فيه ساعات باقي ما مزدت ما خلقيتي كنفوق صافي يلاه تكون ان شاء الله وتوجدني حتى اللحم صافي ان شاء الله جدات فورناها ولا لا طرطبه تخسريش كشي عليها راه ضروري غنعكسوها بصح واشنو؟ لا ما شفتي هاد الاكله لا غير وركي براحتك دابا لا غادي نعفسوها ندير لها السكر القرفه صافي غتخليها هكاك طروفه لا انا شنو قلت لك انا قلت لك غادي نديروها في دابا غادي ندير لها السكر والقرفه لا انا نرجع لك السكر عاد كاين واحد سميتو 4 ديال السكر ديروا هاد الفريكو على حسب المعلقات سنيده يا خمسه المعلقات والقرفه ماشي مشكل ما كتسمعش بزاف دابا انا هاد شنو غادي نديرو دابا غادي نديرو الزيت ديال الزيت شحال ديال الزيت عندي نص كاس ديال الزيت نص كاس الزيت واه روميه اه وصاني دابا شحال سميده عندي سميتو ماشي سلافه بحال هكا ندير هادي كلها صافي كلها ممكن يعسلو الناس بالعسل كاين انا كاين كيعسل كيعطي سنيده ديال العسل يعني هاد المره ندير بالعسل ان شاء الله واخا وكتجي زوينه بحال هذا تا سنيده ياك ندير شويه ديال جوج شويه ديال الملح شويه هذه ديال الخشب صافي صافي باش تعطيك الاعتدال في المذاق صافي دابا غتبقى بحال الكور بحال هكا كتعسل مزيان كتعطي شي لوين كتعطي اللون ديالها انا كتسنى فوقاش ناكلها شحال جديدة عرفتي من داك العهد فاش كانت مي فاطمة ما كليتيهاش كتجي مع الحمة تاع ثاني غير كتجي مع الحمة كتجي مع الدجاج فوق الدجاج كتجي فوق الدجاج الدجاج كتجي معاها انا غادي نديها ان شاء الله نعاود نديرها بالدجاج ان شاء الله جمع غير
من غير سميتو من غير جنها اللحم وجد. دابا هو اللحم وجد دابا ان شاء الله غادي نصب نقادو فوق الطبسيط والي ديالنا. ها هي شتي كتبقى تشحرها حتى تولي بحال هكا حتى تنشف بحال هكا وتطلق الزيت. دابا نصفيها من هذا الزيت دابا باش نديرها فوق اللحم ان شاء الله. ان شاء الله ها هي شتي كي ولات لا تغزاله تجي هكا لا لا خدا شوف كوالي دابا الحق بصح حاجه هاد الحماد دادينا داك غير الحمض مرقد شنو فيه ما فيه والو حيداتو كتا حمض مرقد هذاك هانتي يا شتي كنورك عليه هذاك الزيت هذاك الزيت اللي كنديوه هو كيخرج كيخرج ما تنديروش مع الزيت باش كنحطوه بحال هكا بقى دقي عليه لا ما دقيتيش ما يقولش نعم لا شي ما خدامش على الجوع لا لا مزيان مزيان ما خدامش لا خدم خدم في الاخر زعما راني درت لها الزيت ديري له زنه زعما راني درت لها الزيت هاد الوجه شحال هاك اربعه الوعد على حساب التقديم ديالو صافي هكا ونشوف عاد ثاني هذه باش غتخرج دغيا قايله شكون هذا الزيت هادشي الدجاج ما تخرجش زعما راه فيه الزيت وتخرج دغيا لا هذا الدجاج كيلصق هادشي الدجاج كيلصق انت ولكن جات معسله غزاله جات معسله غزاله عرفتي هادي لا تتكال غير هكاك بلا لحم بلا والو فهمتي هادي متخاش بها تا بلا وصل ياك شكون قريب كان مولات ديال السيليكون كان العجبه حيت دابا ما داكشي اللي كان كاين السيليكون كان ديبانيو باش ما طلعوا صافي اللي كان في الدار مخيمين عاوتاني حتى الناس كلشي ماشي كاع الناس عندهم ماتيريال اللي عندك في الدار كتصوبي بيه وصافي هذا الصيف مخيمين اللي عندنا كنصوبو بيه لا قولي مع هذا المرض هذا المرض دابا غير اللي كان قضي بيه ترى بالعكس اللي كان المرضى ما خصكش تقضي وي بنيتك اللي غادي ديات ماشي كتخرجي تقلبي شنو اه نحطينا نديرو هنا البسط فيديو وحده لا غزال كيشهي جات عرفتي جات معسله غزاله غزاله هادي اكلها كنت شحال هادي وانا شهيتها والله يرحم الوالده داكشي اللي كان يرحم الموتى جميع المسلمين الله يرحم جميع المسلمين يرحم والدينا والدينا جميع المسلمين هادشي اللي كان الله يعطيكم الصحه جاكي شهي زغزال الصحه هذاك القرعه ما تصلحش غير مع اللحم بوحدو وقيله تجي معها حتى كنشرب الصلاه يا كناهي تجي مع كلشي شي حاجه ما يفضل لك ديري مع شي حاجه اخرى وانا كنشوفها غير مع الدجاج كتبان ليا ومع اللحم مع اللحم ولا الدجاج حتى الدجاج كيبغي القرفه وكيجي ولا كديرها بوحدها كتاكلها بوحدها ولا بوحدها شلاضه كتحطها شلاضه بحال شلاضه وهذا الشيء اللي كان يلاه بالصحه والراحه ان شاء الله شكرا شكرا الوصفه ديال هذا النهار ما تغبروش وجدوا لنا شي هوات ان شاء الله بلديه ان شاء الله بطبيعه الحال ما تنساوش الناس اللي بغاو يتبعوا الجديد ديال عمتياك يدخلوا يشوفوا القناه ديال شهيوات ناهيد الفاسيه يشوفوا ان شاء الله الجديد ويتابعونا معنا خلي لهم رابط في صندوق الوصف واللوغو هذه اللي غايبان عندهم باش ما يتخلط لهمش الله يعاونكم السلام عليكم نمشيو نتغداو وصلنا لنهايه الحلقه كنتمنى تكون نالت اعجابكم ما تنساوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسميه للقناه وكذلك مشاركه المحتوى مع الاصدقاء والاشتراك بالنسبه للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناه سيده الدار والى اللقاء